عن المباراة. والله ما هلمسها عشان خاطر، بس ما تحطوش جوه بقي يعني. بص اوكي طب بس اخر مره كانت خناقه. بكره 9:30 ان شاء الله. جاهزين؟ تفضل. اوكي. يا اي ديفيكال جيم فور اس تو نايت. ماتش صعب بالنسبه لنا الليله دي. From the last two games you can see that the opponents were much stronger than the last two games. طبعا لاحظتوا النهارده ان الخصم اللي بيلعب قدامنا كان اقوى من الخصوم في الماتشين اللي فاتوا. But Ali played okay, played well. لكن الاهلي بيلعب كويس مفيش مشكله. Play the spirit. وبنلعب بالروح. Tactical discipline. وملتزمين خططيا. And not conceding a goal for the last three games. والاخر ثلاث ماتشات ما دخلش فينا ولا جول. Okay, disappointing that we did not score tonight. طبعا للاسف احنا محبطين ان احنا ما سجلناش هدف النهارده الليله دي يعني. But overall we played we played like a united team, strong team with good spirit. بس بلعبنا بشكل احنا كنا مع بعض متحدين، كنا في روح ما بيننا وكان روح كويسه بين اللعيبه، كنا بنلعب كواحده واحده. Irrespective of the red card we got too early in the match. طبعا في كارت احمر خدناه بدري جدا في المباراه. But our tactical discipline helped us. لكن التزامنا الخططي ساعدنا في نتيجة المباراة. And what's more important is we tried to win the match. والأهم من ده كله إن إحنا حاولنا نعمله خلال المباراة. We created opportunities to score. خلقنا فرص، جات لنا لحقت لنا فرص إن إحنا نسجل. Yeah, but yeah, I like the mentality, the discipline. حبيت الحضور الذهني والسلوك اللعيبة، التزامهم في الملعب. And tactical organization is very important and discipline. والتنظيم الخططي كان مهم جدا، والالتزام والالتزام كان مهم جدا. طبعا اوكي اتفضل. محمد عصام، انا عايز اسال سليم على مباراة صباط النهارده. يمكن النهارده في صادق علي بدري و مين يجي؟ اول سؤال يا استاذ محمد عصام كان ايه؟ كهربا you saw he came out with the stretcher. شفت طبعا كهربا خرج من تشيل. And Baji was a tactical change. هو السؤال كان عن الاصابات، خروج كهربا وباجي خارجين مصابين، فهو قال له زي شفته كهربا خرج من تشيل كان مصاب، لكن تغيير باجي كان تغيير خططي يعني. So we are one man short. 10 against 11. بنلعب لعيب ناقص، كنا بنلعب 10 قدام 11. You can't play it like 11 against 11. وإذا نلعب قد كأننا 11 قدام 11. وطبعا ما كانش ينفع نلعب يعني، طبعا بيبقى في قصور ان احنا عندنا نلعب 11 قدام 11، بس ادينا كويس. And the positive side out of this is you lose a player with a red card very early. الجانب الايجابي ان لما خسرنا لعيب كارت احمر بدري. And you lose an important player like Karaba on very early on the match. وبرضه لعيب مهم زي كهربا يتصاب ويخرج بدري جدا في وقت زمن المباراه. So it was very difficult for us. The first half was very difficult for us. صعب الماتش، صعب الشوط الاولاني جدا بالنسبه لنا، كان الشوط الاول صعب جدا بالنسبه لنا. The second half they gained confidence. They started to play to go forward. الشوط الثاني اكتسبنا، اللعيبه اكتسبت ثقه وبدات تلعب وتطلع لقدام، تزيد لقدام. Unfortunate that Afsha missed a penalty. للاسف افشا اهدر ضربه جزاء.
I wanted him to score the ball that hit the bar, the post. للأسف كان نفسي برضو يعني يرجع نفسيا لو كان سجل جون حط كرة جت في العارضة للأسف. It would make him feel better. كانت هتخليه نفسيا أفضل, كخليه أفضل يعني إحساسه أفضل عشان هو طبعا كان متضايق عشان ضربة الجزاء الأخضر هي. But he played very well. لكن هو لعب كويس جدا بصرف النظر عن ضربة الجزاء الأخضر, لعب كويس جدا. And he's been playing well for us. ولعب كويس للفريق. And I spoke to him, so I can see that he was a little bit down. أنا كلمت معه شوية حسيت إنه محبط شوية. But I tell him I've seen Maradona miss penalty, I've seen Baggio miss penalty. شفت مارادونا وباجيو بيضيعوا ضربات جزاء عادي. Messi miss penalty. وميسي ضيع ضربة جزاء برضو طبيعي. Ronaldo, you can mention. رونالدو كل أسماء اللي ممكن تقولها النجوم كلهم أهدوا ضربات جزاء. It's normal. لا شيء طبيعي في كرة القدم. آخر سؤال. We didn't lost the title tonight. هو السؤال اللي كان بيقول ان هو الوداد النهارده خسر لقب الدوري, رجاء كسب في اخر دقائق, في اخر 10 دقائق, يا ترى حاجه زي كده تدينا افضليه او حته نفسيه؟ يعني الوداد هيلعب يكون محبط شويه, فبيقول ده مش هيمثل لنا اي افضليه. If you look at those things you go with the wrong mentality there. لو انت هتروح بالفكر بالطريقه دي هتروح وانت ذهنيا بتفكير بطريقه خطا, ولما تروح هناك وانت مؤهل ذهنيا غلط. عندنا شغلنا هنا المفروض نعمله دورنا بس تشتغل, بس تعمل شغلك ما تبصش. And congratulations to my friend Jamal. وبيهني صديقه جمال coach of المدرب رجاء المغربي. كان ديكت معلومه ما كانش يعرفها وكان في مباراه ما كانش عارف. تفضل فين. ما فيش عندنا كوتش اسمين. Today we saw all the bad things happened to the team. Every injury, every record, missed penalty. How did you take the lessons from that before your trip to Qatar? Yeah, it's football teaches you many lessons. هو سؤال برضه عشان لحد ما حد سمع بيقول النهارده حصل احداث كتيره سلبيه في الشوط الاولاني, كارت احمر واهدار ضربه جزاء و يعني اصابات, فيا ترى اصابه كهرباء وخروجه ده حاجه زي كده طبعا ايه بتطلع منها دروس, ايه الدروس المستفاده من حاجه زي كده قبل ما تسافر كازابلانكا عشان تلعب مع الوداد؟ Our jobs are difficult. We are, that's why we are coaches. We must help the team in these difficult conditions. احنا طبعا بنستفيد بنطلع دروس كتير من كرة القدم. احنا دورنا كمدربين ان احنا نفيد الفريق, نعلم اللعيبه. We need to remain calm. عايزين نحافظ على الهدوء. And make the players feel confident that there is no problem. نخلي اللعيبه عندها ثقه دايما. We have challenges. في لحظات التحدي او اللحظات الصعبه بتدي اللعيبه احساس ان ما فيش مشكله, يبقوا يهادين, ما عندهم تحدي يقدروا يعملوا. يعني يهدي اللعيبه في الاوقات الصعبه وديهم ثقه. Since I came here I've never had it easy. It's either somebody's injured or suspended or something. Everything happens. One day I'll have it nice. منذ قدومي هنا ما فيش حاجه حصلت, يعني كان دايما في اصابات كتير وده ايقافات وحاجات زي كده. ما فيش حاجه, ما فيش ماتش في يوم من الماتشات كان حصل من غير مشاكل, من غير ما كان يوم كويس. كل ماتش ما جيت كل ماتش بخسر لعيب. But we move on, we don't complain. لكن بنكمل على طول, ما نحتاجش بالظبط, ما بنشتكيش يعني. اتفضل يا فندم. But the bad finish in front of the car and the side of the guy, it was dead all the time. What is the cause? Why Ajayi was not present? Say it again. We reached the goal and in front of the goal we had many opportunities but missed all of them. Why? And the second question, and the side, the left side of Jimmy Ajayi was dead all the game. What is the reason? No, I don't think. You think Gina did not play good? انت شايفه هو السؤال كان في فرص كتير للمرمى وتم اهدارها, عايزين نعرف ايه السبب. بتقول ناحيه الشمال, ناحيه جوني اجاي كانت ميته طول الماتش, ايه رايك؟ فهو بيقول لك انت شايفه انه لاعب وحش, ما لعبش كويس. Normally it has been our strong side with Ahmed Fathi and Junior. في العادي دي الناحيه القويه, عندها الجانب القوي, عندها الطرف اللي هو فيه احمد فتحي وجوني اجاي قدام. And if Ali Maloul is coming, is back, is better. Ali Maloul لما يرجع طبعا هيبقى افضل. Junior fight for the team. لكن جونيور لاعب وحارب الفريق, يعني
So I it's always better to complain about missing the chances, but it's worse when you don't create the chances. وبيقول حضرتك يورينو كان بيقاتل الفريق وبيقول لك طبعا افضل ان انت تشتكي او ننتقد ان انت ضيعت فرص احسن ما نقول ما فيش فرص اتعملت اصلا من الاول ما تخلقش فرص اصلا في المباراه especially against a big team like pyramids خاصه امام فرقه كبيره زي بيراميدز and 10 against 11 و10 قدام 11 لعبنا ناقصين 65 minutes اكتر من 65 دقيقه بنلعب ناقصين لعيب وكهربا خرج مصاب الخلفيه كان عنده مشكله فيها خرج مصاب and Marwan who had the fever ومروان عنده كان عنده حاره كبيره ما كانش موجود معانا مروان لعيب يعني جاب جونين الماتش اللي فات ما كانش موجود معانا كان عنده حاره كبيره وما جاش مش موجود معانا النهارده اشرف also played last week three days back he's not وايمن اشرف لاعب من 3 ايام كان موجود معانا في الملعب مش موجود برده بسبب الاصابه مروان is not here والشناوي مش موجود برده عندنا غيابات كتير so we are a moving car that comes out doors wheels as it goes بنزق كوره بزق عربيه لا في الكوره كان بزق عربيه وبيقع منها بقى زيت وبنزين بتفتقد حاجات كتيره من اللي بتفيد المحرك فطبعا في صعوبه انك تزق تيم اوف كاركتر لكن اعتقد الفريق يعني ظبط ده and don't concede a goal in three games وبرده احنا ما دخلش فينا جون في ثلاث ماتشات الاخيره that's the positive out of it وده الجانب الايجابي ومفروض يعني نبص له next time we score the goals the chances that we miss tell him next time we score the الفرصه اللي انت بتقولي عليها ان شاء الله الماتش الجاي نسجلها like the three we scored three days back زي ما سجلنا من 3 ايام فاتوا سجلنا I want more عايز اكون تاني برضو اتفضل you play the Ali stadium the Cairo stadium playing in this stadium our stadium which bet for you and which one you prefer for the next game for the against Wydad Casablanca no it's a political question it's not a technical question هو السؤال انت لعبت على استاد النيل الاهلي في استاد السلام ولعبت في استاد القاهره اني افضل بالنسبه لك واني ملعب تتفضل تلعب عليه الماتش الجاي فبيقول معلش ده سؤال سياسي نقلب على اي ملعب ما اقدرش اقول لك انا بقى 8 ايام بس هنا طبعا يكون في يعني اداره كويسه عشان ناخد قرار مظبوط انت تحب نلعب فين انت رايك is asking خلاص اوكي السؤال هو بيقول له انت قلت ازاي تعاملت ازاي مع قفشه لما اهدى ضربه الجزاء تعاملت ازاي مع بادجي لما خرجته بعد ما نزلته فقال لا ده تغيير خططي ده مش making five changes every match يعني ليه كل مباراه عندي خمس تغييرات Yeah. But I see Arabi is running in training. No, I said that you have a brave heart to do something like positive that. Point. Yeah, but yes, but the boy Arabi is fighting. Yes. And is it Shobi? What's his name? The young one? Shadi Radwan. Yeah. Always running in training. Yes. I see running. So let them play. السؤال الثاني كان عندك الجرأة انك تدفع دفعت بلعيبة ناشئين كتير ودي حاجة إيجابية فبيقول العربي العربي أترجم العربي بدر بيبذل مجهود كبير وبيقاتل في الملعب اشوف التمرين وشادي برضو بيجري كتير اديهم فرصة يجوا ويلعبوا ويتحركوا ما تخافش احنا ما لمناهمش يعني القرش عشان ياكلهم اديهم فرصة عشان يلعبوا